نهني الشعب السوداني وبيت الفطر ونهني أسر الشهداء ومات الشهداء ونهني دار الشهداء ومنظمة الشهداء كلهم مميزوا لأنه شيء أهنيهم بالعيد وإن شاء الله العيال الجاية تجي أحسن إن شاء الله ربنا ينصرنا على القوم الظالمين إن شاء الله. يوم الاستشهاد كانت فترة مع أختي كانت ساكنة قريبة لي وفطرنا مع بعض وفي الصيف يعني الأسامة بنفطر كده دايرين اللي هاجي يسافر قال هو ما داري يسافر فطر ومشى صلى ويا راجع بيخش وبيطلع كده كتير يعني بيجي عائلنا كده وبيمشي تاني زي ثلاث مرات أول يوم أنا ماشي معاه قلت له يا علي ما تمشي قلت له يا علي ما تمشي معايا قلت له يا علي ما تمشي معايا ضلينا امبارح ما مشيت ضلينا ما بقول ضلينا انا ماشي والكلاب دي بضربوا في السوار قلت له يعني هم بضربوا في السوار تقدر تمشي يعني قال لي ما بضربوني يا امي بالسيارة ما بضربوني بالسلاح وغشى غير هدومه وقفل غرفته شال مفاتيحه وشغل المكيف على المويه وطلع وطلع بس هنا بعدين انا واختي كده بعد شويه قالوا في طريق في العياده في طريق في العياده ضلت دقت في تليفونه طوال اتصلت في تليفون قال لي اول ما خش معي ثاني خش معي في واحد رفع التليفون قمت قلت له هو تبكي من اصحابه يعني قلت له اديني علي قلت له اديني علي قال لي انت تبقي لي شنو علي قلت له انا امه قال لي علي تتكتل علي تتكتل طوال جريت الشارع اختي بوراي وبتدي بوراي مشيت الشارع وجيت يفتشوا عليهم واحدين يقولوا من ضرب في رجله حيجي واحدين يقولوا من ضرب كويس حيجي يعني الناس بقت تطمن فيني وانا بقيت قاعده في الشارع بيفتشوا فيه مستشفى المعلم وانا ما دخلوه الناس اللي ودوه واحد اظن قال لي اسمه منو قام اداه اسمه قال لي مدثر لما مش سالوا قالوا له ما عندنا علي ده للتاني ده ما عندنا لغايه ما طلع في الغناء شافوه قاموا رسلوا الصورة ليهم هنا في المستشفى اللي هو دخلته ده قال لي شوف ده علي ولا ما علي عرفوا طوالي انه ده علي ده هو مش طوالي ومعاه الشهيد كرومة معاه في نفس اللحظة يعني كان يوم صعب صعب شديد يعني كل ما يسكر بعد يتعب شديد في اليوم الله هو أصغر واحد أصغر من البنات عندي ثلاثة بنات والولد الوحيد عندي أبوه توفى كان قبل زي بخمس سنين وعندي أخوي برضو قاعد معي في البيت كان يتوفى وكان هو بس الوحيد اللي معانا يعني كل يعني قاعد معانا وحارسنا وضلنا حاجاتنا وكده كان زول طيب حنين يعني والله ما نقصر معانا ولا مع أخواته ديل زول بيحب الونس أوي بالضحك وزول كده يعني مريح وفي نفس الوقت صعب يعني البيت شو صعب معه لكن يعني هو زول طيب وخدوم يعني أنا زعت حتى البيت ما قدرت أقعد فيه البيت كنت قاعدة فيه واستشهد ما قدرت أقعد رحت أجيب أصحابي بيقولوا لي الامتداد ديل في الامتداد ديل الجيران والأصحاب كلهم بيقولوا والله ولاد خالته هسه اللي عملوا له عمره في السعودية ولاد خالته وأدخاله عملوا له عمره هسه امبارح الحمد لله متواصلين معي الصورة اللي كان جابوها لي فجأة كده جماعة قالوا دارين قالوا لي الأولاد دارين صور هسه الصورة دي داخلة في صور ثانية قالوا لي دارين صور يعني اللي علي ودوها ليهم وعملوها وجابوها لي الأولاد دي لكن ما عارفهم تخليه ساكنين في بحري ولا دول ما عارف امتداد دي كم مرة عملوا له في الامتداد كم مرة عملوا له كان لعبة بتاعت كورة ومرة عملوا تكريم كده زي الحاجات دي عملوا لنا كان تكريم كم مرة والله أنا أتمنى يعني إنه يعني ربنا ينصر الشعب السوداني ده ومن الظلم اللي هو فيه وربنا إن شاء الله كده يعني حقق أماني والشعب السوداني ده تعب كثير ربنا يجيب لنا دم الشهداء ده إن شاء الله لكن يعني والله يعني تعبانين نفسيا يعني وكل ما يطلعوا مظاهرات يطلعوا الموكب أو يموت واحد أنا بدعب يعني كلهم أولادي والله كلهم أولادي وكلهم عارفة أهلهم بيكونوا حزنانين عليهم قدر شنو
وربنا يسر الحي يعني. الظلم ده ما لازم يعني، اصلا الاولاد ده يلقوا من رب العالمين ما قاموا براهم، يعني لحكمة من رب العالمين الاولاد ده قاموا طلعوا للثوره دي. ان شاء الله ربنا ينصرهم، وعندهم ندعي يعني، ندعي ان ربنا ينصرهم ان شاء الله ويريحهم، لانه الاولاد ده تعبوا والشعب السوداني تعب يعني، هو بخير وخيره رايح سعيد. ان شاء الله ربنا ينصرهم ان شاء الله يا رب، القوم الظالمين.